بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنقوم بحل التمرين الأول من سلسلة تمارين الوحدة الأولى، المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي لأقسام السنة الثالثة ثانوي. لنص التمرين، أراد أحد التلاميذ دراسة التحول الكيميائي الذي يحدث للجملة محلول حمض كلور الماء والزنك، والذي ينمذج بتفاعل كيميائي معادلته زدان زي 2 اش 3 او زائد يعطينا زدان 2 زائد زي اش 2 زي 2 اش 2 او. في اللحظة تي يساوي صفر، وضع كتلة ام يساوي 1 جرام من الزنك في حوجلة، واضاف لها حجما في يساوي 40 مللتر من محلول حمض كلور الماء. تركيزه المولي سي يساوي 5 في 10 اس ناقص 1 مول على اللتر. ولمتابعة تطور التفاعل الكيميائي الحادث، قام بقياس حجم غاز الهيدروجين ب اش 2 المنطلق في الشروط التجريبية، حيث الحجم المولي VM يساوي 25 لتر على المول. فتحصل على النتائج المدونة في الجدول أمامنا. إذن جدول القيم، الزمن بالثانية وحجم غاز الهيدروجين المنطلق بالمليلتر. المطلوب 1، احصر في كل لحظة T كمية المادة NH2 لثنائي الهيدروجين ودون هذه النتائج في الجدول. 2، احسب كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات. 3، انجز جدولا لتقدم التفاعل واستنتج العلاقة بين التقدم X و NH2. 4، ارسم البيان X بدلالة الزمن مستعملا مقياس الرص، كل 1 سنتيمتر 50 ثانية وكل 1 سنتيمتر 1 مليمول. 5، ما هي قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظات T يساوي 50 ثانية و T يساوي 400 ثانية؟ ماذا تلاحظ؟ برر ذلك. إذا كانت 6، إذا كان التفاعل تاما فأوجد ألف المتفاعل المحيط، با التقدم الأعظم X max، وجيم زمن نصف التفاعل T and demi. تعطى الكتلة المولية للزنك 65.4 جرام على المول. إذن نبدأ على بركة الله حل التمرين. إذن قبل هذا يجب كتابة معطيات التمرين. إذن المعطيات، لدينا المعادلة وهي الزدان حالته الصلبة زائد 2 اش 3 او زائد شاردة. هنا الزنك فكك الى زدان 2 زائد زائد اش 2 غاز منطلق والماء 2 اش 2 او. اذن مع العلم ان شاردة الكلور هنا لم تتفاعل، سي ان ناقص لم تتفاعل. بالنسبة لـ H3 أو زائد أو زنك، كتلة العينة 1 جرام، الكتلة المولية هي 65.4 جرام على المول. كذلك H3 أو زائد تركيزها هي 0.5 مول على اللتر، وهي نفسها 5 في 10 اس ناقص 1. حجم المحلول في يساوي 40 مللتر، إذن ويساوي كذلك 40 في 10 اس ناقص 3 لتر. هذه هي معطيات التمرين. إذن أولا حساب كمية مادة غاز الهيدروجين المنطلق في كل لحظة، يعني NH2 دلالة الزمن. إذا نعلم أن غاز الهيدروجين كمية المادة للغاز تعطى بالعلاقة NH2 يساوي V غاز، يعني حجم غاز الهيدروجين على الحجم المولي. إذا فقط ننتبه إلى الوحدات، الحجم معطى بالمليلتر، والمطلوب هو كمية المادة
بالمليمول. إذن ان يساوي في على بي ان، في بالمليلتر، اما الحجم المولي بالليتر على المول. إذن يجب تحويل اما الليتر الى المليلتر او المليلتر الى الليتر. إذا نحول المليلتر الى الليتر بضربه في 10 اس ناقص 3 يصبح باللتر. إذا يختزل وحدة لتر لتر، يبقى لنا كمية المادة يعني في على في ام ب 10 اس ناقص 3 مول. علما ان 10 اس ناقص 3 مول هي نفسها 1 ميلي مول. اذا 10 اس ناقص 3 هي نفسها ميلي مول، يعني نترك وحدة الحجم او حجم غاز الهيدروجين بوحدته وهي المليلتر، يعني تصبح العلاقة المطلوبة هي في اش 2 حيث يعني حتى يكون ان اش 2 بالمليمول يجب ان يكون حجم غاز الهيدروجين بالمليلتر. اذا وحدة غاز الهيدروجين كمية المادة بالمليمول، اذا في اش 2 يكون بالمليلتر و في ام حجم المولي اللي هو باللتر على المول. اذا تصبح نقسم فقط على 25، هذا للتوضيح. اذا يساوي في اش 2 على 25. ثم بواسطة الحاسبة نكمل الجدول المعطى. اذا ساقوم به في المجدول اكسل. اذا كمية المادة قلنا تساوي في اش 2 تقسيم 25. اذا نكمل بقية القيم. اذا هذه نتائج في اش 2 او ان اش 2. هذا بالنسبة لي. ثم السؤال الثاني وهي كميات المادة الابتدائية. كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات. يعني حساب كمية المادة للمتفاعل في اللحظة تي يساوي صفر. نبدأ بالزنك. إذا كمية مادة الزنك لحظة تي يساوي صفر تساوي كتلة العينة على الكتلة المولية ويساوي 1/65.4. بعد الحساب سنجد تساوي 15.3 في 10 أس ناقص 3 مول. وقلنا أن 10 أس ناقص 3 مول هي ميلي مول. إذا ان زدان هي 15.3 مليمول. هذه هي كمية المادة للزنك. ثم ان اش 3 زائد وهي شاردة لحظة يساوي صفر. اذا ومحلول شاردي اذا يساوي التركيز في حجم المحلول ويساوي 0.5 في 40
بعشرة أس ناقص ثلاثة لف يساوي النتيجة هي عشرين بعشرة أس ناقص ثلاثة مول. إذن عشرة أس ناقص ثلاثة مول هي ميلي مول. إذن يساوي عشرين ميلي مول. ثم ثالثا أنتج جدولا لتقدم التفاعل واستنتج العلاقة بين X و NH2. ثالثا جدول التقدم. إذن إذن عندنا الحالة التقدم X المعادلة وهي زدان زي 2 H 3 O زائد حطينا زدان 2 زائد زايد H 2 زايد 2 H 2 O. إذن حالة ابتدائية انتقالية ونهائية. الحالة الابتدائية التقدم x يساوي صفر، حالة انتقالية x، الحالة النهائية x فينال. كمية المادة الابتدائية للزنك قلنا هي 15.3، الوحدة هي ميلي مول. بالنسبة لـ H3 أو زائد هي 20 ميلي مول. إذن الزنك زدن دو بليس صفر صفر، أما الماء فهو موجود بوفرة. إذن موجود بوفرة لأن كمية مادة الماء كبيرة جدا أمام كمية المادة الابتدائية للمتفاعلات. موجود بوفرة. ثم 15.3 ناقص x، 20 ناقص 2 x، x x 15.3 ناقص x فينال، 20 ناقص 2 x فينال، x فينال، x فينال. ما العلاقة بين التقدم x وكمية مادة H2؟ من جدول التقدم نلاحظ أن في لحظة T كمية مادة H2 الناتجة هي X، يعني أصبح علاقة بين X و NH2. إذن من جدول التقدم لدينا إذن NH2 يساوي إلى X. هذه العلاقة. ثم رابعا أرسم البيان X بدلالة T مستعملا مقياس الرسم المعطى. إذن سأقوم كذلك برسمه بالمجدول إكسال. إذن مع العلم أن X هي نفسها NH2 بدلالة الزمن. إذن بعد رسم البيان نتحصل عليه، هذا هو البيان المعطى.
إذن x يساوي f لt. هذا هو البيان. رسم البيان. خامسا، ما هي قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظات تي يساوي 50 ثانية وتي يساوي 400 ثانية؟ ماذا تلاحظ؟ برر ذلك. إذن يجب رسم دائما البيانات، يجب دائما أن ترسم في على الورقة المليمترية. رابعا، رسم البيان. خامسا، السرعة الحجمية للتفاعل. ما هي عبارة السرعة الحجمية للتفاعل؟ إذن V فولميك، السرعة الحجمية للتفاعل هي واحد على V، يعني واحد على حجم الوسط التفاعلي dx على dt، حيث V حجم الوسط التفاعلي. هذه عبارة السرعة الحجمية للتفاعل. لأن يجب دائما التفريق بين السرعة الحجمية للتفاعل والسرعة الحجمية لاختفاء المتفاعل والسرعة الحجمية لتشكل ناتج. إذن هناك اختلاف. إذن المطلوب هو السرعة الحجمية للتفاعل في لحظات T يساوي 50 ثانية و T يساوي 400 ثانية. إذن الحساب سيكون بيانيا. لاحظ معي الطريقة. إذن عند لحظات مختلفة حاولت نقله إلى برنامج آخر. إذن هذا هو البيان لدينا هنا. إذن حساب السرعة الحجمية يكون برسم البيان أو برسم مماس البيان عند اللحظة T يساوي 50 ثانية. إذن هذا البرنامج يعطينا المماس عند أي لحظة. إذن لاحظ معي. إذن هنا عندما يكون تي يساوي 50 كم يكون ميل المماس؟ إذن ميل هنا هو 0.239 0.239. إذن يساوي 50 ثانية، إذن تكون السرعة الحجمية لما تيساوي 50 ثانية يساوي واحد على الحجم وسط التفاعل اللي هو 40 ملي متر، علما أنه يبقى ثابت أثناء التحول. إذن يساوي واحد على 40 ملي متر.
إذن يجب شرح أنه بالمليلتر. في دي إكس على دي تي وهي عبارة عن ماذا؟ عن دلتا إكس على دلتا تي عند اللحظة تي يساوي 50 ثانية. إذن هذا هو ميل، بيانيا هو الميل. إذا قلنا هو إذن إشارة إنه قلنا دائما ننظر لنا، إذا وجدنا أنه هو 0.0239 ميلي مول على الثانية. إذا النتيجة يساوي 41 مليلتر في 0.0239 ميلي مول على الثانية. إذن الحساب 0.0239 تقسيم 40 يساوي 5.975 975 إذن الوحدة هي مليمول على الثانية على المليلتر في 10 أس ناقص 4 مليمول على الثانية في مليلتر. حتى هناك من يقوم بتحويل المليلتر إلى اللتر، تصبح الوحدة باللتر، مليمول على الثانية على لتر. إذن نفس الطريقة تي يساوي 400 ثانية، إذن في فوليميك عند 400 يساوي بنفس الطريقة 1/40 في ميل المماس. ميل كم؟ بنفس الطريقة نستخدم البرنامج عند 400 إذن نجي عند النقطة 400 ثانية كما نلاحظ، و 0.0632 0.0632 ميلي مول على الثانية. نفس الطريقة نقوم بالحساب 0.0632 تقسيم 40 يساوي 1.58 في 10 أس ناقص 4 نفس الوحدات. إذا ميلي مول على ميلي لتر ثانية. إذا هذه هي أسرع. هناك من يسأل يعني أثناء الامتحانات كيف نرسم المماس عند لحظة T أو نرسم المماس البيان عند لحظة T؟ إذن لاحظ معي طريقة كيف. إذن نأتي بالمنحنى البياني قمنا برسمه، إذن هذا هو البيان. الطريقة كيف؟ يعني
عن تي يساوي 50 دي. إذن طريقة أسهل وبي أداء بدون رسم يعني باستعمال المسطرة إلى غير ذلك لتكون أخطاء كثيرة. إذن نحاول رسم نقطة عن تي يساوي 50 هنا تي يساوي 50 دائرة تمس إلا هذه النقطة موافقة للزمن تي يساوي 50 باستعمال المدور. إذن دائرة تمس إلا باستعمال المدور هكذا دائرة تمس إلا حاول باستعمال المدور يعني تمس إلا هذا الزمن. إذن قوس من دائرة هذا الشكل ثم حيث المماس مماس البيان يكون عموديا على نصف قطرة الدائرة نرسم نصف القطر ثم المماس يكون عمودي على نصف القطر هكذا يكون عمودي على نصف القطر ثم نكمل هذه هي الطريقة حتى نتفادى الأخطاء أو الارتيابات الحاصلة. ثم نختار نقطتين بطبيعة الحال نقطتين من المماس نقطة مثلا A نقطة مثلا تكون هذه نقطة B نقطة A ونقطة B كذلك بطبيعة الحال ما إسقاط
إذن لاحظ اذا دلتا اكس على دلتا اكس على دلتا تي يساوي المقابل هذا هو دلتا اكس وبإسقاطها كذلك إذن XA و TA تقريبا موافقة لحوالي 125 و 3.6 إذن تي ا ناقص تي بي تي بي عفوا اذا قلنا نختار نقطتين اسقاط مواضع ضد الاحداثيات إذن تي أ و إكس أ بطبع الحال تي بي يساوي إذن دلتا إكس على دلتا تي يساوي إكس أ ناقص إكس بي على تي أ ناقص تي بي ونوجد قيم إذن حوالي 125 ناقص 0.5 بالتقريب إذن 125 ناقص 0.5 تقسيم تي أ عفوا إكس أ حوالي 3 إذن إكس أ حوالي 3.5 ناقص 0.5 إكس بي على تي أ حوالي 125 ناقص تي بي هي 0 إذن نوجد النتائج 3 على 125
2.4 أس ناقص 2 0.024 تقسيم 40 يساوي 0.0 أو 6.10 أس ناقص 4. ووجدناها باستعمال برنامج 5.97 أس ناقص 4. إذن طريقة استخدام هذه الطريقة يعني تعطي لك حسابات دقيقة بدل رسم المماس مباشرة. يعني ممكن يكون ارتياب كبير مثلا عند 400 كذلك بنفس الخطوات. يعني لو ترسم المماس مباشرة هكذا يعني تحصل يعني ممكن يكون أخطاء كثيرة. إذا أحسن طريقة وهي رسم قوس من دائرة تمس إلا تلك النقطة ثم المماس يكون عموديا على نصف قطر الدائرة. نعود إلى التمرين. إذا وجدنا السلع الحجمية، ماذا تلاحظ؟ برر ذلك. إذا نلاحظ أن السرعة الحجمية للتفاعل تتناقص تدريجيا، إذا كانت 5.97 × 10⁻⁴ أصبحت 1.58 × 10⁻⁴. إذا تتناقص تدريجيا. لماذا؟ برر ذلك. لأن في لخمسين ثانية السرعة الحجمية الخمسين أكبر من السرعة الحجمية عند 400. إذا كانت السرعة الحجمية تتناقص تدريجيا فكذلك سرعة التفاعل، وبالتالي سرعة التفاعل تتناقص تدريجيا حتى تنعدم. لماذا؟ لأن السرعة الحجمية يساوي سرعة التفاعل على حجم الوسط التفاعل. إذن بالتالي V سرعة التفاعل يساوي V في السرعة الحجمية. V ثابت، إذا كانت السرعة الحجمية تتناقص إذن V سرعة التفاعل تتناقص ويساوي dx على dt، هذه هي سرعة التفاعل. سادسا، إذا كان التفاعل تاما فأوجد المتفاعل محاد التقدم الأعظم x max و زمن نصف التفاعل. إذن سادسا، التفاعل تام. إذا كان التفاعل تام ما معنى هذا؟ معنى هناك متفاعل موحد. يعني إما هناك طريقتين، إما ندير باستخدام الكسور 15.3 تقسيم على المعامل ستوكيومتري للزنك وهو 1، نقارن الكسر مع كسر 20 × 2. إذن أيهما أصغر كسر؟ لاحظ أن 15.3 × 1 أكبر من 20 × 2، بالتالي x او بالتالي
تستلزم أن المتفاعل المحيط هو H ثلاثة أو زائد. إذن و X max تقدم الأعظمي هي قيمة أصغر كسر يعني 20/2 ويساوي 10 ميلي مار. هذه طريقة. إذن أو الطريقة الثانية تخدم إذا كان إذا اختفى الزنك أولا زدان أولا يكون 15.3 ناقص x يساوي 0 نستلزم x يساوي 15.3 مليمار. إذا اختفى أو اختفت h 3 زائد أولا يكون 20 ناقص 2 إكس يساوي الصفر. نستلزم من هذا أن إكس يساوي 20/2 ويساوي 10 ميلي مول. إذن المتفاعل المحيط هو H 3 زائد دي أصغر قيمة لإكس، دائما أصغر قيمة لإكس وهي نفس قيمة التقدم الأعظمي إكس ماكس. ثم جيم زمن نصف التفاعل تي نصف. إذن زمن نصف التفاعل عبارته جيم زمن نصف التفاعل تي أن دومي إذن طريقته هو أنه إكس تي نصف يساوي إكس ماكس على 2 يعني التقدم عند الزمن تي نصف يساوي إلى إكس ماكس على 2 ويساوي إذن ويساوي تي نصف إكس ماكس هي 10 تقسيم 2 يساوي 5 ميلي مول. 5 ميلي مول. إذن نروح للبيان نشوف القيمة المقابلة ل 5 ميلي مول ما هو الزمن الموافق لها. إذن تلزم من هذا تي نصف يساوي إذن من البيان يعدنا إذن 5 ميلي مول بالتقريب يعني بيان يكون واضح. إذن 5 إذن إذن نشوف أن 5 اللحظة الموافقة له راهي بين 250 و 300 يعني بالورقة المليمترية تحددها بدقة. إذن هذه هي تي نصف. البيان يعني حاول نجدها بدقة باستخدام البرنامج هذا. إذن يعني باستخدام إحداثيات مؤشر الفأرة هنا لاحظ معي هنا في هذا كيف تتغير. إذن سأذهب إلى نقطة إذا خمسة كم الزمن 269 269 إذن الزمن الموافق لها هي 269 ثانية. إذن 269 ثانية بيانيا في الحال. هذا هو نص التمرين أو حل التمرين الأول. إلى لقاء آخر إن شاء الله في حل التمرين الثاني وبالتوفيق لطلبة
مقبل على شهادة البكالوريا وعلى أي طالب مقبل على امتحانات.